فعلا هنخش عليها واحنا ايدينا فاضيه يا ست الكل. ايوه يا شوش هندخل عليها بايدينا فاضيه وهنطلب منها تغدينا كمان. طب ما ترسيني بس ايه اللي في دماغك يا شوشه؟ لو دخلنا عليها معانا حاجه هنحسسها انها محتاجه وان احنا بنعطف عليها. ايوه في الحاله دي مش نعرف نديها قرشين في ايديها. طبعا انا عارف الظروف ما بقتش زي الاول وقله الشغل اثرت على نفسيتها قوي. يبقى نجيب لها شغل. ما عادتش مطلوبه يا ست الكل. انت مش رايح تزورها، انت رايح تقول لها ان في فرح هي مطلوبه فيه. طب ونجيب الفرح ده بقى منين؟ شوشه شغل دماغك شويه، دور على الفرح وقول لهم ان انت جايب الرقاصه والمطربه ببلاش. ببلاش خالص؟ طب واجرة الفرقه؟ عليا والتكاليف كلها عليا. انت ناويه تعملي كده بجد؟ والاتفاق مع الكروانه يكون بنفس الفلوس اللي كانت بتاخدها. امرك يا ست الكل. واوعى تنسى تاخد العموله بتاعتك منها، الكروانه دي على راسنا من فوق يا شوشه. انا بس ممكن اقول حاجه؟ قول. انت ليه بس مستعجله كده على صرف الفلوس؟ مالكش دعوه،